الوفيات إذا كان نقوم بتدريب هؤلاء القابلات لأجل الوفيات لأجل كثرة الوفيات في هذه الأوضاع الراهنة للبلاد ولأجل تقوية وتعزيز مهاراتهم بالتدريب سواء بالتدريب العملي في القاعة أو بالتدريب الميداني في المستشفى على كل المهارات التي في ضمن هذه الدورة الرعاية الأساسية الحديثية الولادة سواء كان غسل الأيدي أو الإنعاش أو التحضير للولادة أو كيفية الرضاعة الطبيعية وكيفية الاعتصاب كل هذه المهارات يعني إذا استفادوها ممكن تقلل من عدد الوفيات وبالتالي ممكن كل متدرب يفيد في المجتمع في إطار عمله المجتمع بتقليل الوفيات أو كذلك يفيد الكادر اللي بجانبه ممكن يدرب الكادر بجانبه ويستفيد في تقليل عدد الوفيات في المجتمع. يعني لي أن أكون قابلة أو طبيبة أو مدربة إننا أقلل من عدد الوفيات وإننا أفيد المجتمع وخصوصاً أن مجتمعنا هذا اليمني في نسبة كبيرة من الأمية وفي شائعات دائماً خطأ هي تزيد من الوفيات فإن أكون مدربة أو قابلة أفيد كثير من الكادر ومن الناس ومن المجتمع ككل في تقليل عدد الوفيات والمرضى المتواجدة في عهدنا الراهن الآن في اليمن بهذه الظروف اللي فيها اليمن. ماذا يعني أن أكون قابلة؟ أنا عندما أكون قابلة سأقوم بإنقاذ حياة شخصين. هذا هم الشخصين المهمين في هذه الحياة وهذا الشخصين هي الأم والولي. يعني أنا أكون قابلة كيف أنقذهم؟ كيف أعلم الأم كيف يعني تطعم ابنها؟ كيف يعني تتعامل مع ابنها؟ يعني إنقاذ شخصين الأم والوليد من الموت يعني بهذا الموت.